أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ولحظتنا. اليوم راح نتكلم فيها عن الهروب من الواقع. شو يعني هروب من الواقع؟ أغلبنا يعيش في دوامة من المشاكل، لكن للأسف الأقلية فقط من يقوم بحل هذه المشكلات. ليش يا ترى ما بقاسين نحل مشاكلنا بطريقة صحيحة؟ وليش يا ترى بعض مشاكلنا قد مثلا يمر عليها سنة سنتين ثلاث، وبعض المشاكل ممكن تكون عميقة جدا وما بيالسة تنحل؟ أغلب الناس تخاف من مواجهة المشاكل، يقول لك شحق أواجه المشكلة، أخاف أن أواجه الألم من أول وجديد، أو أنه يخاف أنه يدخل في دائرة الأهداف ودوامة الناس والانتقادات، وأنه يخرج من دائرة الراحة. الناس مريحة، ما تبغي انها تعب نفسها شوية علشان والله ان انا احل المشكلة اللي موجودة، خلاص خلها ما عليه بتنحل، وكأنها بتنحل روحها. اغلب رواد التواصل الاجتماعي يعطونا حلول لهذه المشاكل عن طريق التنفس والتأمل وزيادة والاسترخاء، لكن للأسف كل هذه الأدوات هي مجرد أدوات للوصول بعضلة المخ لمرحلة الاسترخاء. حلو انك انت تتنفس، وحلو انك انت تتأمل وتاخذ كمية كبيرة من الأكسجين، بس عشان توصل لمرحلة الهدوء، مو علشان انك انت تحل مشاكلك. لا، هذه الأدوات راح تساعدك في مسألة التسكين، هي بتسكن الألم اللي موجود عندك، وبتوصلك لمرحلة الراحة اللي انت تحتاجها عشان تحل المشكلة اللي موجودة. المشكلة ما راح تنحل بمجرد اني انا اتنفس انا اخذ أكسجين عميق او اني انا اتأمل فيها. المسألة راح تحل عندما أقوم بتحديد المشكلة. فعلشان نحدد المشاكل اللي موجودة في حياتنا، نحن نحتاج واحد، أول شيء تحدد دورك في هذه الحياة. أنت وين بالضبط؟ إذا أنت موظف داخل وظيفتك وعندك مشاكل موجودة في العمل، حدد المشاكل اللي موجودة في عملك. يا ترى ما هي المشاكل؟ لا تقول لي أنا زعلان من الوظيفة أو أنا متضايق من الوظيفة، قل لي شو اللي مضايجنك من الوظيفة بالضبط. هل اللي مضايجنك مثلا تعامل المدير؟ هل اللي مضايجنك ان مثلا ما بيالس تحقق انجازاتك الوظيفية وطموحاتك اللي انت تبغيها؟ هل مثلا اللي مضايجنك من الدوام مثلا ضعف الراتب او بعد المكان؟ هاي كلها يسمونها محددات ومشاكل، فانت لازم تحدد المشكلة بالضبط. كل ما حددت المشكلة بتقدر أنك أنت تحط لها البديل. الشيء الثاني، حدد دورك في مجال الأسرة مثلا. شو علاقاتك في الأسرة؟ هل في العلاقة مشوشة بينك وبين شريك الحياة؟ طيب شو حاولت أنك أنت تحل المشكلة؟ كيف حاولت أنك أنت تحلها؟ هل ما زلت أنك بعدك تتدمر وما بعايبنك شريك حياتك، وتحس أنه محتاج أنه في يكون نوع من التحسين أو التطوير؟ عيالك، هل في قيمة معينة تبغي تزرعهم فيهم؟ هل أنت من النوع اللي جالس تضربهم بشكل دائم ويكون في حالات عنف؟ هل في قيم بعدك ما زرعتها أو تعليم معين تبغي أنك أنت تحصده من خلالهم؟ كل هذه الأمور راح تقدر أنك أنت تستوعبها بعد ما تحددها. إذن حددنا دورك في العمل وحددنا دورك في مجال الأسرة. ننتقل الآن مثلاً إلى مجال العلاقات الاجتماعية أو علاقات الأصدقاء. بعد نبدأ نحدد شو العلاقة المزعجة بالنسبة لك واللي مسببت لك مشكلة. هل حددتها بالفعل؟ هل حسيت أنك أنت محتاج أنك أنت تقوم بعض العلاقات؟ أحياناً بعض العلاقات تكون مزعجة وتتعبنا وترهقنا. هل بديت تسوي ديليت أو تتخلص من بعض هذه العلاقات، ولا بعدها مزعجة بالنسبة لك ويالس كل يوم تتشكى منها؟ كل هذه مشاكل. ننتقل إلى الوضع المادي. نسأل عن الوضع المادي. يا ترى هل وضعك المادي اللي أنت وصلت له الحين مرتاح فيه؟ طيب هل عندك فائض من المادة، مشروع آخر؟ هل تعاني أصلا من مشاكل مادية؟ هل توصل لنهاية أو خلنا نقول منتصف الشهر وأنت بعدك محتاج؟ إذن عندك مشكلة ولازم تفكر أنك أنت تحلها. أني على العلاقة اللي هي الأخيرة، ويمكن هي المفروض تكون الأولى
ونحسب لها ألف حساب، اللي هي علاقتك مع رب العالمين. إذا لم تتحسن علاقتك برب العالمين، كل العلاقات الثانية سوف تفشل وبتحصل مشاكل، لأن دائما يكون الدعم من رب العالمين وحسن التوكل على رب العالمين. بس لازم نسأل عن علاقتك وقيم نفسك بينك وبين نفسك، وقيم نفسك على هذه العلاقة. كم تعطي نفسك يا ترى؟ هل تعطي نفسك 5 من 10، 6 من 10 في هذه العلاقة؟ طيب هل أنت ياس تحافظ على صلاتك صح؟ هل أنت تحافظ على أذكارك؟ كل هذه الأمور تقوي روحانياتك وتوصلك لمرحلة الرضا، وما يكون في أي نوع من المشاكل في حياتك. حتى نصل لمسألة فهم الذات العميقة جدا والقدرات والإمكانيات، راح نضرب لكم مثال. راح نضرب مثال على فهم الذات الحقيقية من خلال هذه القصة الرمزية. تقول القصة أن هناك أب اجتمع مع عدد من الأولاد، قالهم أنا بموت، ويوم بموت راح أترك لكم مجموعة من التعليمات، حاولوا أنكم تتبعون هاي التعليمات وبعدين الشيء اللي بتحصلونه تشوفوا راح يكون لمنو، اتفقوا فيما بينكم. الأبناء الستة اجتمعوا فيما بعد وفعلا نفذوا وصية أبوهم وبدأوا يدورون على الكنز اللي تركه الوالد. لما اتبعوا التعليمات وحصلوا الكنز تخيلوا شو كان؟ الكنز كان عبارة عن شنطة، الشنطة هاي مملوءة بالتراب، من فوقها ومن تحتها كلها تراب. أول ما شافوا هاي الشنطة الأولاد الستة استنكروها وقللوا من قيمتها، وحسوا أن هذا الشيء ما له قيمة بالنسبة لهم، وقالوا أن هذا يباله جهد كبير عشان أن احنا ننظفه، وبعدين شو راح نستفيد أصلا. واحد منهم فقط من هذه الأبناء الستة قرر أن يحتفظ بهاي الشنطة، وقال أن هذه الشنطة شيء غالي علي من قيمة أبوي من ذكراه، فأنا ما راح أتركها. خذ الشنطة وضيع الوقت الكبير فيها، تقريبا ما يقارب 3 أو 4 ساعات هو بس يالس شي يسوي، يالس ينظف هاي الشنطة. عقب ما نظف الشنطة من الخارج بدأ أن يدخل إلى داخل هاي الشنطة، وبعد أنه ينظفها وبعد استغرق وقت أكثر في تنظيفها من الداخل، لكن كل اللي كان يسويه أن استغرق عملية التنظيف بحب، لأنه يحس أن هذه الشنطة تمثله، تعطيه قيمة إضافية، فما كان أبداً في حالة تدمر، اشتغل عليها صح. المهم قام ينظف الشنطة من الداخل ومن الخارج إلى أن فتح جيب داخلي داخل الشنطة نفسها. فلما فتح الجيب حصل شو؟ حصل ماسة ثمينة تقدر بعشرات الملايين. وهذا الشيء اللي إحنا لازم نسويه في ذواتنا علشان أنت تعرف تحل مشاكلك وتحل الآلام اللي موجودة وتسكر كل الملفات الداخلية. محتاج أنك أنت تجلس بينك وبين نفسك وفترات طويلة تجلس علشان تعرف شو الأشياء اللي تزعجك، تعرف شو الأشياء اللي محتاجة إلى تقويم، تعرف شو الأشياء اللي محتاجة إلى تطوير. نحن للأسف ما بياسين نعطي لأنفسنا وقت أن احنا نجلس مع أنفسنا، نحن نضيع الوقت الكثير أمام منصات التواصل الاجتماعي، نضيع الوقت الكثير في عملية المتابعة، نضيع الوقت الكثير في خلنا نقول في بعض زحام الدنيا وضغوطاتها. لكن هل فكرت في يوم من الأيام أن تعطي نفسك وقت حقيقي لنفسك لتكتشف ذاتك لتكتشف إمكانياتك؟ ولازم هذا الوقت يكون بحب، تحب نفسك أكثر. مسألة حب الذات مو بعشان أني أنا أحب ذاتي كنوع من الأنانية أو أني أنا أحب ذاتي وأنا أترك الآخرين، لا، لا تفهمون المقولة بطريقة خاطئة. أنت عندما تعشق نفسك أو تعشق ذاتك أو تعطي وقت لنفسك، أنت تعطي وقت لنفسك عشان تطور من نفسك وإمكانياتك، لكن يجب أن ينعكس هذا الأمر بشكل إيجابي جدا على أسرتنا. يعني شو فايدة أنك أنت اشتغلت على نفسك وأنت تهمل أسرتك وتهمل عيالك؟ شو فايدة أنك أنت جالس تشتغل على نفسك وما بيالس تحط إنتاجية بشكل أكبر؟ نحن محتاجين أن احنا نهرب من هذا الواقع لأنفسنا وعشان خاطر ذواتنا.